هل يجوز لعن المعين فيما ثبت فيه الدليل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين وقوله في الكاسيات العاريات فلعنوهن فإنهن ملعونات، أو هو جائز على كل صاحب معصية أو غير جائز على الإطلاق؟ الحمد لله. أما بعد، فلعن المعين الحي لا يجوز حتى وإن كان كافرا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عند أن كانت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعن بعض صناديد قريش، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهكذا أيضا من باب الأولى ما إذا كان مسلما بل جاء في الذي شرب خمرا وهو النعيمان فقال له بعضهم أرزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وأما ما جاء في لعنوهن فإنهن ملعونات فأنا على ضعف الحديث وليس بالحديث الذي رواه مسلم، فالحديث الذي رواه مسلم ونعم ذكر فيه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن الجنة ولا يجدن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أو مسافة كذا وكذا. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن الراشي والمرتاشي ولعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فهذا ليس على سبيل التخصيص. نعم، ومعنى اللعن في اللغة الطرد عن رحمة الله، وقد يستعمل بمعنى الشتم، حتى لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن شخصا وليس أهلا لأن يلعن فإنها تكون عليه رحمة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون، فمن سببته اللهم من سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. نعم. وأما حديث اتقوا اللاعنين فمعنى هذا أنها جرت عادات الناس وطبائعهم أنهم يلعنون من فعل هذا، وليس معناه أنه يحل له، ليس معناه أنه يحل لهم ذلك، لكن معناه أنها جرت عادتهم على ذلك، ولم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرا لهم على ذلك.